السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. موجة تعيينات واسعة نفذتها ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء تشير إلى توجه الجماعة لإحكام سيطرتها الكاملة على المشهد هناك، فيما اكتفى شريكها في الانقلاب حزب الرئيس المخلوع بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تخالف اتفاق الشراكة الذي تم بينهما. وفي هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دلالات هذه الخطوة من جانب ميليشيا الحوثي وعلاقتها بالخلافات مع شريكها في الانقلاب، وتأثير عملية الإحلال الوظيفي التي تنفذها سلطات الانقلاب في صنعاء على بنية الجهاز الإداري للدولة. إذن مشاهدينا، بعد عمليات مشابهة قامت بها الميليشيا خلال الفترة التي أعقبت انقلابها في صنعاء، قامت الميليشيا بعمليات أو عملية تعيينات واسعة. شملت هذه العملية عددا من الجهات والمؤسسات مستبعدة عددا من أنصار الرئيس المخلوع. تأتي هذه العملية كإشارة إلى وصول الخلاف بين الشريكين إلى نقطة متقدمة، كما تشير أيضا إلى أن الجماعة جماعة الحوثي لم تتراجع عن مساعيها للاستحواذ الكلي على الجهاز الإداري للدولة وإزاحة كل من لا ينتمي إلى الجماعة أو ليس قريبا منها. مشاهدينا، سنبدأ النقاش مع ضيوفي بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير. دائرة سيطرة الحوثيين على صنعاء توشك على الاكتمال بعد أن باتت معظم أجهزة الدولة ومؤسساتها في قبضة الجماعة، فيما يتوارى شريكها الانقلابي متراجعا إلى الهامش مكتفيا بالمراقبة وإصدار بيانات التنديد والرفض. موجة تعيينات واسعة نفذتها جماعة الحوثي في عدد من المؤسسات المالية والقضائية والرقابية، كان بعضها محل خلاف بين شريكي الانقلاب طوال الفترة الماضية، وهو ما يشير لأن ميليشيا الحوثي اتخذت قرارها في الماضي قدما في بسط سيطرتها الكاملة على ما تبقى من مؤسسات الدولة وإزاحة حزب الرئيس المخلوع ورجاله عن المشهد تماما. خلال أيام اصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي عددا من القرارات التي أعادت الأزمة بين الشريكين للواجهة، فمن مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية إلى المؤسسة العامة للتأمينات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد آخر من الأجهزة ومؤسسات الدولة، كانت الجماعة تضع أنصارها ورجالها على رأس هذه المؤسسات أو تحصر ما تبقى من رجال الرئيس المخلوع فيها، كما هو الحال مع وزارة المالية التي عينت فيها الجماعة عددا من الوكلاء والمستشارين للوزير المحسوب على جناح صالح في الحكومة. لا يتعلق الأمر هنا بعملية تستهدف حزب المخلوع وتقليص وجوده فحسب، فالتعيينات الجديدة كما القديمة أيضا تكشف عن عملية إحلال واسعة تنفذها جماعة الحوثي في جهاز الدولة، وتستهدف تجريف الوظيفة العامة من كل من لا ينتمي إلى جماعتها، وهو ما تؤكده مراجعة سريعة لقائمة الأسماء التي وضعها الحوثيون على رأس هذه المؤسسات، والتي تشير لأن الغالبية الساحقة منها تنتمي إلى ذات الفئة التي طالما استحوذت على الوظيفة العامة منذ اللحظات الأولى للانقلاب. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من صنعاء الصحفي كامل الخوداني، سكرتير تحرير صحيفة الميثاق. سيد كامل، مساء الخير. مساء النور، مرحبا بكم. أهلا بك سيد كامل. إذن موجة تعيينات مررتها جماعة الحوثي عبر ما يسمى المجلس السياسي الذي يضم أيضا المؤتمر الشعبي العام، لكن المؤتمر خرج ببيان يرفض هذه التعيينات، كيف يمكن فهم الأمر؟ يا عزيزي، القرارات التي أصدرتها الجماعة هي جاءت كعملية استكمال السيطرة على مؤسسات الدولة أو ما يسميها الشرع اليمني بالداخل حوثمة الدولة يعني. نعم. هذه القرارات الأخيرة سبقتها عدة قرارات انفرادية وعملية السيطرة على الدولة وبدون أي علم للمؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام أصدر يوم أمس بيان بأن القرارات الصادرة سواء القرار الأخير أو القرارات ما قبلها غير ملزمة، كونها لم تخضع للتوافق بحسب ما نص عليها بحسب ما نصت عليه بنود اتفاقية المجلس السياسي. نعم. ما يقوم به الحوثيين كما اطلق عليها البعض مجزره في حق الدوله، لا تستهدف المؤتمر الشعبي العام لوحده بل تستهدف كل اليمنيين. عمليه استكمال سيطره على القضاء، عمليه استكمال سيطره على الماليه، على
على التربية، حتى على مستوى جامعة صنعاء يوم أمس أصدروا عدة قرارات بتعيين عمداء الكليات، كلية الطب، كلية التربية، كلية التجارة بشكل جنوني. لكن سيد كامل مقابل كل هذه التعيينات و يعني التصرفات الانفرادية، يعني ما الذي بإمكان المؤتمر أن يقوم به، خصوصا ما لاحظناه في البيان الصادر عنه؟ هو بيان يعني نستطيع أن نسميه هزيل، لا يرقى إلى مستوى الإدانة الواضحة لهذا الفعل. أنا أتفق معك يا عزيزي، وأنا أول من طالب بصفحتي في تويتر أن المؤتمر الشعبي العام لابد أن يتخذ موقف حازم وجاد أمام التصرفات هذه، وأقل ما يقوم به المؤتمر الشعبي العام أو ما يقدمه المؤتمر الشعبي العام هو إعلان انسحابي من هذه الشراكة الصورية. البيان عملية إبراء ذمي من المؤتمر الشعبي العام بأنه القرارات هذه لن نلزم بها وليست ملزمة لنا ونتعامل معها، لا سواء بحزب المؤتمر الشعبي العام ولا سواء بوعد المؤتمر الشعبي العام أو في مؤسسات الدولة. نعم سيد كامل، تكرم بالبقاء معي، دعنا نشرك معنا في النقاش من محافظة مأرب المحلل السياسي عدنان هاشم. سيد عدنان مساء الخير. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد عدنان. إذن موجة التعيينات الجديدة التي نفذتها ميليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين، إلى ما تشير برأيك؟ أعتقد بأنها تشير بشكل واضح منذ أن دخل الحوثيين إلى العاصمة صنعاء بأنهم يحاولون أن يسيطروا على كل مفاصل الدولة. مفاصل الدولة هذه التي تحاول جماعة السيطرة عليها هي ملك الكتل الجميع، وليست ملك لعرقية معينة أو لجماعة معينة أو حتى لحزب سياسي واحد. أعتقد بأنها تشير بشكل واضح أيضا إلى أنها تصعد بشكل أكبر ضد حليفها علي عبد الله صالح وتستهدفه بشكل أكبر. تعتقد جماعة الحوثي بأنها تسيطر بشكل كامل على القوة التي كان يمتلكها علي عبد الله صالح، وأيضا القدرة السياسية أو المناورة السياسية التي عرف بها علي عبد الله صالح والتي ظهرت مؤخرا بشكل ركيك في المقابلة الأخيرة في قناة اليمن لليوم. أعتقد بأن الحوثيين سيسعون جادا خلال الفترة القادمة على إظهار قدرتهم في السيطرة على مؤسسات بقية المفاصل والمناصب اللي شاركهم على عبد الله صالح، وأيضا قد يصل الأمر إلى إعادة إغلاق مجلس النواب مرة أخرى، وأيضا حتى لا يهمهم حتى أن تنتهي حكومة الشراكة مع صالح. نعم سيد هاشم، أيضا يعني كل ما يحدث خلال الفترة الماضية والتصرفات الأحادية بين الشريكين، لكن ما هو واضح يظهر المخلوع صالح عبر شاشة اليمن اليوم ليتحدث أن لا وجود لخلافات بينهم، ماذا يعني هذا؟ أعتقد بأن علي عبد الله صالح هو ينظر بأنه هو بحاجة إلى الشراكة مع الحوثيين أكثر من أي وقت مضى. أعتقد علي عبد الله صالح بأن يضع كل اللائمة على الحوثيين في مسألة الإخفاق في تسديد الرواتب الموظفين وأيضا في عملية إدارة الدولة. وفي الجانب الآخر علي عبد الله صالح هو يعول أيضا على عملية إنتهاء الحكومة الشرعية في ضد الخلافة الموجودة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. أعتقد علي عبد الله صالح الآن في هذه الفرصة هو يعتقد بأنه بحاجة إلى الحوثيين، بحاجة إلى قدرتهم أو تشكيلهم الميليشياوي لمواجهة في الحدود السعودية وأيضا في جبهات القتال حتى يقوي موقفه التفاوضي أو موقف عائلته لإسعاف السلطة من جديد. نعم إذن سيد عدنان ابقى معي، أعود لضيفي الآخر كامل الخوداني. سيد كامل، بعض هذه التعيينات كانت محل خلاف بين المؤتمر و جماعة الحوثي، ماذا يعني تمريرها في هذا الوقت بالتحديد؟ أولا أنا أحتج على كلمة المخلوع التي تطلقها يا عزيزي، نحن نسميه ما شئنا وسميه أنت ما شئت. نعم بالنسبة للقرارات كما أنت تطرقت، الجماعة تحاول أن تستغل الفترة الحالية بتمرير أكبر عدد ممكن من القرارات لعملية السيطرة على الدولة. طبعا المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن يصمت. المؤتمر الشعبي العام وكما تعلموا جميعا هو حزب سياسي، ليست لديه ميليشيات كما هم الآن يسيطرون على معظم المؤسسات بالقوة إذا لم تنفذ القرارات.
الأخطر الأخطر من قرارة يوم أمس التي صدرت هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. سبق تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء 29 قرار بوزارة الداخلية بكل مفاصل وزارة الداخلية، القرار رقم 55، ثم تبعه القرار يوم أمس قرار تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. المؤتمر الشعبي العام رفع في احتفالية 24 أغسطس شعار المصالحة الوطنية، القرارات الصادرة جميعها رد على المؤتمر الشعبي العام. لكن إلى ماذا تشير قرارات التعيينات في الداخلية والقضاء سيد كامل؟ الخطوة الأولى لإقرار قانون الطوارئ، يريدون إقرار قانون الطوارئ هذا من جهة، وثانيا استجابة لدعوة عبد الملك الحوثي التي وجهها إلى ضرورة محاكمة الخونة كما أسماهم، والمقصود بهم قيادة المؤتمر الشعبي العام التي أيدت هادي والتي أيدت التحالف وأيدت عصمة الحزب. وهذا ما اعترض عليه المؤتمر الشعبي العام، بانه نحن في مرحله نحتاج الى الى الى, إلى التوافق والتصالح وليس الى التصعيد والى محاكمه الناس. فجاءت هذه الخطوه كعمليه استكمال سيطره على مفاصل القضاء يوم امس بعد اصدار قرار تعيين رئيس المجلس الاعلى للقضاء. بدات المطالبه الحوثيه بتغيير كافه رؤساء المحاكم ورؤساء النيابة، ومن ضمنها النيابة ومن ضمنها المحكمة الجزائية. هم بداية بدأوا بالداخلية ثم تلوها بالقضاء الداخلي كعملية أداة تنفيذية، والقضاء كعملية تشريع أو تسنين لاستهداف الناس. الآن هم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومحاولة السيطرة على القضاء بشكل كلي للحصول على صفقة قانونية لاستهداف الناس، استهداف الناس المعروفين أو الشخصيات المعروفة مثلا ككامل الخولاني. نعم، إذن كامل سيد كامل، أما بالنسبة نعم سيد كامل، كل هذا الذي ذكرته والذي يحدث خلال الفترات الماضية، ومع ذلك يعني يطل زعيمكم والمخلوع تحديدا ليتحدث أنه لا يوجد أي خلاف بين حلف الانقلاب. الزعيم علي عبد الله صالح ليس المخلوع. الزعيم علي عبد الله صالح رجل كما تعرفون جميعا يحاول بقدر الامكان تجنب الصراع الدموي داخل صنعاء، يحاول بقدر الامكان ايصال رساله تطمين الى الحوثيين بانه ليس لدينا نيه للانقلاب عليكم او الاستيلاء على السلطه كما يتوهمون. هم اتخذوها كحجه او كذريعه. ما يقوم به الحوثيين الان بسجة مطلقة، أصبح يوحي للشارع اليمني بأن هناك ضوء أخضر حتى من التحالف نفسه وتحديدا قد تكون السعودية. سحب مقاتليهم من الجبهات، الآن محاولة سيطرة كاملة على كل مؤسسات الدولة، لم يعودوا يهتموا ولا يبالوا بأنه الشرعية قادمة أو أنه سينقضي حكمهم، وكأنهم حصلوا على وعود بحكم الشمال كما حصلت بعد التسريبات. يقومون بتصرفاتهم بسجة مطلقة، سجة المستمر في الحكم. وبدأ الشارع اليمني فعلا يتحدث بأنه هناك اتفاق سعودي حوثي على أن يمكنهم من حكم الشمال. إذن ما الذي يمكن أن يفعله المؤتمر حيال كل هذا سيد كامل؟ المؤتمر الشعبي العام لا زالت لديه أوراق، في نهاية الأمر لدينا الشارع ولدينا قواعدنا، لا يمكن أن نرضخ. نحن نحاول فقط أن نتجنب عملية الصراع أو عملية المواجهة معهم، كون البلد لا تحتمل، صنعاء أصبحت ملاذ لجميع اليمنيين. لا نريد أن تشريد الناس من العاصمة أو سفك دماء على أشياء لم على عدة مناصب، لم يعد لدينا لا ثروات ولم يعد لدينا لا إيرادات تستحق الصراع. وضحت الصورة سيد كامل، مناصب سياسية. نعم وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الصحفي كامل الخوداني سكرتير تحرير صحيفة الميثاق، شكرا جزيلا لك. إذن أنتقل إلى ضيفي الآخر المحلل السياسي عدنان هاشم. سيد عدنان، يعني شملت التعيينات رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
ومن المعروف أن هناك خلافاً بين شريكي الانقلاب فيما يخص تفعيل الجهاز القضائي لمخاوف الرئيس المخلوع وحزبه من استغلال القضاء ضدهم. هل يعني هذا أن ثمة رسالة تهديد في هذا الإجراء؟ أعتقد بأن هذه رسالة تهديد فقط، أعتقد بأنها خطوة نحو هذا الاتجاه. علي عبد الملك الحوثي تحدث بشكل واضح قبل 24 أغسطس بأن هناك حاجة ماسة على تفعيل المؤسسات القضائية والمؤسسات الأمنية. نعم. هذه المؤسسات التي يتحدث بأنها يجب أن تواجه الطابور الخامس، هذا الطابور الخامس هو مجموعة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء السياسيين التابعين لحزب المؤتمر الشعبي الآن، سواء كان ممن كان يعيد الحكومة المعترف بها دوليا أو من يؤيدون علي عبد الله صالح. باعتقادي بأن المرحلة المقبلة ستخوض في نقطة مصيرية ستعلن حادثة الطوارئ، وأيضا سيعلن الحوثيون مرحلة جديدة من المحاكمات السياسية تضم أيضا حديث علي عبد الله صالح. أمس تحدث عبد الملك الحوثي بأن حلفائهم الذي يقصدهم علي عبد الله صالح ضاقوا أو ثقلت عليهم معركة الشرف. بعد كذا بأن هذا الحديث هو بداية تمهيد لمواجهة هؤلاء الذين يعتقد عبد الملك الحوثي بأنهم فقدوا شرفهم، شرف القتال معهم، وبخطوة أخرى الحديث في حول المؤسسة القضائية ليست مدة قريبة، لكن خلال الفترة الماضية أيضا كان الحوثيين يعينون القضاة ويبنون سلطة قضائية موازية السلطة التي كانت موجودة، وتم استبدال الآخرين بهم. نعم سيد عدنان، أيضا لو نظرنا إلى وزارة المالية وزير المالية المحسوب على المخلوع صالح، رأينا أيضا ما يشبه الحصار عليه من خلال تعيين عدد من الوكلاء والمستشارين الحوثيين حوله. هل يعني أننا سنشهد في المرحلة المقبلة عملية إزاحة أوسع للمحسوبين على المؤتمر في حكومة الانقلاب؟ باعتقادي بأنها مسألة الموارد التي تصل إلى وزارة المالية هي المعنية الكبيرة للحوثيين. الحوثيين يحاولون أن يصبروا على ما تبقى من الموارد التي تصل إلى الحكومة، منها إيرادة الاتصالات. أيضا وجودهم في وزارة المالية بمعنى أنهم سيعطون قرارة أيضا بإيجاد منافذ أخرى للحصول على تورد أيضا إلى حكومة الشراكة مع صالح. هذه الأموال هي مجهود حربي لمكافحة الحكومة الشرعية. ايضا هذا الامر سينعكس ايضا على باقي مفاصل الدوله، ليست وزاره الماليه وحدها. اعتقد بانه ايضا سيفتح الحوثيين ايضا لهم قنوات كبيره ومناصب اخرى موجوده في وزاره الاتصالات التي اعتقد بانها هي الرفد المتبقي للجماعه المسلحه التي تعطي دخل للحوثيين علي عبد الله صالح. نعم، ابقى معي سيد عدنان. سيد عدنان، دعنا نشرك معنا أيضا بالنقاش وكيل وزارة الشباب والرياضة سيد حمزة الكمالي، ينضم إلينا من القاهرة. سيد حمزة مساء الخير. مساء النور. سيد حمزة، في البداية، استمرار الميليشيا في عملية التعيين في أجهزة الدولة بهذه الطريقة، كيف تنظرون أنتم في الحكومة الشرعية لهذه التعيينات؟ أولا هذه التعيينات هي تعيينات غير شرعية، مبنية على الباطل، هو باطل بالتأكيد. الحوثيون يستمرون في تجريف الوظائف الحكومية من أعلاها إلى أدناها، وظائف السلطة العليا على المستوى السياسي والوظائف العادية التي تخضع للتنافس الوظيفي. هذه الوظائف جميعها تحت كماشة الحوثيين، يتم بشكل رئيسي استهداف الكوادر الفاعلة من الدولة التي ما زالت متواجدة في مناطق سيطرة الميليشيات، وايضا يتم استهداف المؤتمر الشعبي العام ومن هم موالون لصالح بدرجه اخرى. هذا الامر يعطي انطباع كامل بان جماعه الحوثي تريد السيطرة على كل مفاصل الدوله في المناطق التي هي فيها، هي سيطرت على المؤسسات على المعسكرات، والان تحاول ان تستهدف الوظيفه العامه بشكل كامل لكي تبقى هي المسيطره على القرار السياسي والسيادي لهذه المناطق. انا اقول انه المؤتمر الشعبي العام الذي يدعي أنه في شراكة مع الحوثيين لمواجهة الدولة هو أصبح الآن الحلقة الأضعف، وهو كل يوم يخسر ويصبح أضعف وأقل تأثيرا على مستوى القرار وأقل تأثيرا على مستوى الفعل، وهذا الأمر يزيد يوما بعد يوم. المؤتمر الشعبي العام يرتحل وينتهي، جماعة صالح تتآكل إن لم يكن لها موقف تتحرك فيه الآن، لأجل إن لم يكن من أجل اليمن فلأجل مصالحهم الشخصية ولأجل كرامتهم إن لم يتحركوا ويوقفوا هذا العبث الذي تقوم به ميليشيات الحوثي، فإنهم
سينتهي بهم الأمر جائعين ميتوا جائعين على أرصفة الشوارع. نعم سيد حمزة، على صعيد العلاقة بين شريكي الانقلاب باعتقادك، ما الذي تسعى إليه ميليشيا الحوثي من خلال استبعاد عناصر موالية للرئيس المخلوع وتعيين الموالين لها في عدد من المؤسسات المهمة؟ علي عبد الله صالح رجل للأسف دنيء خلقه ويتقبل الإهانة بشكل اعتيادي، والحوثيون يوما بعد يوم يزيدون في إهانته ومن التقليل منه والقضاء على نفوذه بشكل كامل. هم اتخذوا قرار بإنهاء الشراكة معه، هم يضعون الاتفاقيات الكاذبة الذين أبرموها معه جانبا ويمشون بمسار آخر. هذا المسار من شأنه أن يجعل علي عبد الله صالح لا شيء، ضعيف، مجرد من كل قواته ونفوذه، وهذا الأمر يضع علي عبد الله صالح أمام في مخنق. وأنا أقولها وأكررها أنه علي عبد الله صالح أصبح ضعيفا وأصبح يتقبل إهانة الحوثيين له وترفيعهم له بدون أي فعل وبدون أي عمل، ولا حتى أتباعه وأنصاره الذين يصرخون ويتم القبض عليهم ويتم استهدافهم ومهاجمتهم أصبحوا قليلي الحيلة، يناشدونه ويقول أنا ليس لي دخل ولا أستطيع حماية أحد. نعم سيد حمزة، أيضا من الملاحظ أن معظم الأسماء الواردة في قائمة التعيينات تنتمي لفئة واحدة، ما تأثير عملية الإحلال التي تنفذها الميليشيا على مؤسسات الدولة وعلى يعني طبيعة وبنية الجهاز الإداري للدولة بشكل عام؟ هذه التعيينات الطائفية القائمة على أساس عرقي هي رسالة واضحة من الحوثيين للمجتمع اليمني بأكمله بأن هذا المشروع السلالي الكهنوتي الضيق الصغير هو مشروع لتمكين فئة لا تمس للمجتمع اليمني وللواقع اليمني وللتاريخ اليمني بصلة، وهي رسالة لنا جميعا بأننا يجب أن نتحد من جميع الأطياف لمواجهة هذه الفئة الطائفية المتمردة المنقلبة على الدولة، وهذه بوضوح وبجلاء هذا هو مشروع الحوثي وهذه هي فكرة الحوثي وهي السيطرة وترفيع اليمنيين. لكن أنا أقول أنه اليمنيون لن يقبلوا بهذا، اليمنيون سيقاومون الحوثي، وإن شاء الله نرى ما في من يتحرك في صنعاء وفي هذه المناطق ليلتحم مع جماعات الشرعية التي تقاتل الحوثي وتواجهه على مختلف الأصعدة. نعم أشكرك جزيلا وكيل وزارة الشباب والرياضة سيد حمزة الكمالي، كنت معنا من القاهرة. أعود بسؤال أخير لضيفي المحلل السياسي عدنان هاشم. سيد عدنان، يعني مقابل كل هذا التصعيد من جانب الميليشيا رأينا موقفا يبدو يائسا من جانب حزب المؤتمر حتى أنه لم يرفض صراحة هذه التعيينات، ماذا يعني هذا؟ أعتقد بأن الحوثي استطاع خلال الفترة الماضية أن يقصقص أجنحة المؤتمر الشيابي العام. الحوثيين استفادوا من حزب المؤتمر بفهم العملية السياسية وفهم أيضا شكل من أشكال إدارة الدولة، إضافة إلى استقطاب أيضا جلسة المؤتمر الموجودين في الدولة. أيضا استفاد الحوثيون من حرس الجمهورية الذي كان يقودها علي عبد الله صالح، إما بعملية استقطاب هؤلاء القادة وتجيشهم ضمن الجماعة أو في عملية تدريب قواتهم. خلال الفترة الماضية لاحظوا أننا شاهدنا بأن هناك قوات خاصة تابعة للميليشيا الحوثي، هذه القوات هي قوات نظامية عسكرية تقاتل من أجل الجماعة، تم تدريبها ايضا في الحرس الجمهوري. الحوثيون استطاعوا بشكل كبير ان يستهدفوا علي عبد الله صالح، ان يستهدفوا قيادات حزبها، ان ياخذوا القوه التي كان يملكها. لم يتبقى فقط الا هو السيطره على مؤسسه الدوله واقصاء حليفه علي عبد الله صالح ليبقوهم المتسيدين والمتسيدين في صنعاء وفي المناطق والمناطق الاخرى. الحوثيون هم يلاحظون بان وجودهم بشكل منفرد بين علي عبد الله صالح سيضعهم أكثر من خيارات في عملية التفاوض والتشاورات. إذن برأيك إلى أين ستمضي؟ إلى أين ستمضي الأزمة بين شريكي الانقلاب؟ أعتقد أن تمضي كثيراً، ستبقى الأزمة عالقة على ما هي عليها الآن. لا أعتقد أن هناك تحول كبير سيحدث ما لم يحاول علي عبد الله صالح يفجر الصراع، وهذا الصراع أيضاً سينقلب عليه بشكل كبير. نعم أشكرك جزيلاً المحلل السياسي عدنان هاشم، كنت معنا من محافظة مأرب. في الختام أيضا أشكر ضيفي وكيل وزارة الشباب والرياضة سيد حمزة الكمالي كان معنا من القاهرة، والشكر أيضا للصحفي كامل الخوداني سكرتير تحرير صحيفة الميثاق كان معنا من صنعاء. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلى زميل كمال حيدرة وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل.
حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.